السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش معقول، شوفوا شيرين بتبكي ليه ولابسة ايه؟ طيب، هل بكائها بسبب انها لابسة لبس معقول ومحترم، او يمكن ما تعودتش على اللبس المحترم؟ مع احترامي لكل الموجودين، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام فيديو للفنان شيرين عبد الوهاب خلال احيائه حفلا بدولة الكويت خلال الساعات الماضية، وظهرت شيرين تبكي على المسرح. وارتدت شيرين عبد الوهاب خلال الحفل سويتشيرت من اللون الأسود وبنطلون جلد من اللون ذاته لتتخلى عن فستان السهرة، ممكن يكون ده سبب بكائها. وخلال الحفل قامت شيرين طبعا يا بنات شر البلية ما يضحك. طبعا خلال الحفل قامت شيرين عبد الوهاب بغناء عدد من أشهر أغانيها المعروفة جدا، وقامت بالبكاء وقالت لجمهورها إنها تبكي لأنه هذه الأغاني الحزينة بتفكرها بأمور كثيرة في حياتها وهذا سبب البكاء. لكن أنا أضحك وأقول مش معقول يعني إنه هي تبكي علشان لبس الهدوم التي ذكرتها الآن. طبعا أنا كنت أتمنى، وهو زي ما أنتم شايفين، وأخيرا شفنا مطربة مغطية جسمها، يا وأخيرا. طبعا زي ما أنا بقول لكم كانت المطربة مفاجأة إن ألا مطربة ترتدي هذا اللبس الجميل. أتمنى من الجميع يرتدون هذا اللبس الجميل. أنا كنت أتمنى الجميع يرتدون هذه الملابس.